اختلف الفقهاء في انتقاض الوضوء بلمس النساء، فقال أبو حنيفة: لا نقض على الإطلاق إلا إن باشرها مباشرة بالغة تنتهي إلى ما دون الإيلاج، واستدل بما رواه البخاري ومسلم في باب الرخصة في لمس النساء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل بعدما يتوضأ ثم يصلي ولا يتوضأ. وعنها أيضا قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبلته، فإذا سجد غمز رجلي فقبضتها، يعني لضيق الحجرة، وإذا قام بسطتها. قالت: والبيوت يومئذ ليس لها مصابيح. وعنها أيضا قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوضعت يدي على باطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. أما قوله تعالى: أو لامستم النساء، ففيه قراءتان: المد لامستم والقصر لمستم، والمد هو الذي عليه أكثر القراء، والملامسة تعني المفاعلة، والأصل أن تكون بين شخصين فيحمل على المجامعة، يعني المراد بالملامسة الناقضة للوضوء هي الجماع. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إن الله حيي كريم، كنا باللمس عن الجماع. وقال ابن السكيت: إن اللمس إذا قرن بالنساء فإنه يراد به الوطن، تقول العرب: لمست المرأة، أي جامعتها. وقال مالك: من قصد إلى لمس امرأة فلمسها بيده انتقض وضوءه إذا التز بلمسها من فوق الثوب الرقيق الخفيف أو من تحته، وسواء مس منها شعرها أو سائر جسدها إذا التز بلمس ذلك منها. وليس لمس المرأة للرجل وهو لا يريد ذلك يوجب عليه شيئا إلا أن يلتز بذلك. هذا قول مالك. أما أكثر أصحابه من المالكية ومن أهل المدينة فقد قالوا: ليس بملامس من لمس من فوق الثوب، لأنه إنما لمس الثوب. وقال الشافعي: إذا لمس امرأة غير ذات محرم من غير حائل انتقض وضوءه بكل حال ولو بدون شهوة، فينقض الوضوء بلمس الرجل المرأة الأجنبية غير المحرم ولو ميتة من غير حائل بينهما، ينقض وضوء اللامس والملموس ولو عجوزا شوهاء أو شيخا هرما ولو بغير قصد، ولا ينقض شعر وسن وظفر أو لمس مع حائل، ولا ينقض محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة كأم الزوجة لانتفاء مظنة الشهوة.
وسبب النقد أنه مظنة التلذذ المثير للشهوة التي لا تليق بحال المتطهر. وقالوا يعني الشافعية: أو لمستم ظاهره في مجرد اللمس من دون جماع. وأما حديث عائشة في التقبيل فهو ضعيف ومرسل، وحديثها في لمسها لقدمه صلى الله عليه وسلم فمؤول بأن اللمس يحتمل أنه كان بحائل أو أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الحنابلة فالرواية الصحيحة عن أحمد أنه قال: إنه ينقض إن كان بشهوة، وكان الملموس مشتهى غير طفلة وطفلة، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما أو صغيرة تشتهى، وإن كان بغير شهوة لا ينقض كمذهب مالك. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.